كلها تحرقت بسبب طاقه ما جاو صابوا لي طاقه طارت من السطح. احنا قعدنا الله اعلم كلها تحرقت من القصح ديال الطاقه. ما كل شيء ضاع، زباله ديال الفلوس مزوطنا هنا وما بقات حتى حاجه، كل شيء مشى وقعدت تضيعه ولا ما لا والو والو. الماء بدا تجيبو حتى العلب باش تخلطوا ليه ما كاينش. يا ولد السكين من البوز من عند عيب الله ما فهمتش هذه وحلاب ولا اله الا محمد رسول الله. الشركه هي ما عاد مصيفطنا اللي قاعد ينتقموا مني ولا ما عرفش. خلصتهم كاش وعغوت عليهم وتا قال اليوم غنجي بعد غدا غنجي هاد الشهر غنجي والو ما كان تعال. الناس تجي والعيالات خدامين معايا فوق 6 ولا 7 يوميا. احنا قعدنا اونبر هاو كل شيء تحركه كل شيء خدامين معايا عيالاتي يخدموا تا هما تيتقوتوا خبيز وتيديو تا هما رزق ولادهم تا انا تناكل معاهم خبيز. الله غير هذا الخدمه هذه اللي معلقه ليا بالسركاع. واش هذا ديال 4 ملايين ونص؟ هذا راه لا اله الا محمد راس هذا بغى ينتقم من نفسي. لاحظت ما جا هذاك العجاج اللي كان واحد النهار كانت الشتاء جا العجاج طيارات لاحظت انا كون كانوا عندي الخدامه عندي ولادي كون جات فيهم كل شي واحد ما بقاش باتو ما تقلي فيه تعال. ها انتم انا غنصون عليه دابا راه ما تيجاوبنيش انا غنصون عليه قدامكم. ها انا بدا وسط الخط ها النمره ديالو. ها هو تيصوني ما تيجاوبش. أنا مرتبة ما تيجاوبش. هذه ما قاري شيء ما عارف شيء. جا قال لك 4 ملايين ونص جا صوبها خدم لي المطر خلصتو ما دار لي لا ورقة لا جوج ما عارفني ما قاري شيء ما عارف شيء. أنا خدم لي الماء صافي قلت الصلاة على النبي. السلام عليكم. أنا حسن فلاح ساكن في البراهمة. الضو ما تيتقطع علينا دابا مقطوع كاع مرة ما كاينش كاع الضو. والناس جيراني صاوبوا الطاقة قالك راه مزيانة خدامة مزيانة. جا قالوا عطاوني النمرة ديال السيد جابوا لي حتى السيد جاري بيدو جا معايا قال لي بشحال الثمن تفاهمنا ب 4 ملايين ونص. قال لك غتكون ناضيه يعني راه غتخدم لك. اعطيني دابا عطيتو جوج ملايين وجوج ونص بقات. صاوب لي الطاقه رجلها خدمت المسائل مزيانه دارها في السطح. جا شي عجاج ما دار معايا تا ورقه ما عطانا لما قاريش ما عارفش ما جاني الماء سقيت مزيان صافي قلت الحمد لله. ركب الطاقه في السطح جا واحد العجاج هزها من السطح ولا كانت غتجيب شي دراري وكان عندي القدامه وعندي هذا لا اله الا محمد رسول الله. الخسائر اللي تلحقت لك احكي لنا على الخسائر شحال تقدر الخسائر تقريبا؟ انت تشوف جوج طارات وربع وعندي هذا الشيء ديال الصباري خدام من معايا الناس ومعشن معايا ومعش معاهم وكل شيء مشى كل شيء مشى راه تشتي كل شيء لا فوكا كلها معروقه. واش اتصلت به حاولت؟ اتصلت به مرارا وتكرارا ما بقاش يجاوبني كاع ما بقاش يجاوبني. درتي شي اجراء قانوني ضده ولا مازال؟ ما درت حتى حاجه لا ما قاريش ما عارفش لقيتكم انتم الحمد لله وريتوني هذا ما انا حسيت امر الله. شنو الخطاب اللي ممكن توجهوا للمسؤولين على بحال هذا؟ المسؤولين تنطلب من المسؤولين هذا ماشي تنميه هذه راه ماشي هذا راه خراب. تناشد سيدنا الله ينصرو تيقول لك الفلاح وهذا الفلاح هذا بقى حابس من الكهرباء ما كايناش. الدراوس مسكين ما عندوش راه كان اللي حبس مره. ولينا خاصهم يحميونا من هاد مال الطاقه راه تينصبوا على عباد الله عارفين ما قاريينش
عارفين وما عارفينش، تيقول لي نصاوب لك تيصاوب ويزيد بحالو، ما عرفنا شركه ولا وهميه ولا الله اعلم. الله ونعم الوكيل فيه، هذا راه لا اله الا محمد رسول الله. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.